أو ما شاف قلبي قاعد. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفانا، نورك الغاني أضاء. مرحبا يا مصطفانا، نورك الغاني أضاء. رغم أن في الملحدين فيضكم عم البقاع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا أهلا فيكم من جديد وإلى الاستضاء. فجمعية خليل السلم الخيرية هي واحدة من المدن المغلقة المتكاملة في الشرق الأوسط، طبعا أول جمعية مغلقة عندنا في الأردن، تهدف لنشر ثقافة العمل التطوعي والخيري في المجتمع. يسعدنا استضافة مدير العام لجمعية خليل السلم الخيرية حلا الجرف لحتى نتحدث أكثر عن هاي الجمعية وعن أهدافها ومميزاتها. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يا هلا فيك، كل عام وانت بخير. اول شيء يعني اليوم يوم المولد النبوي، الذكرى هذه الرائعه العظيمه. ان شاء الله بكره حيكون في عندكم احتفال. نعم. وحنكون احنا الاردن اليوم الراعي الاعلامي لهذا الاحتفال. نعم. قبل ما ندخل في الجمعيه وميزاتها، احكي لنا شوي عن الاحتفال. بدي احكي لك عن احتفال المولد. هلا احنا بكل سنه نهدف دائما انه احنا نحيي هاي الذكرى بطريقه تناسب عظمة هاي الذكرى. يعني بمر علينا كتير أنشطة، بمر علينا كتير فعاليات ممكن نعملها، ولكن ذكرى المولد النبوي الشريف بنظري هي أو بنظرنا جميعا هي تختلف عن باقي المناسبات، لأنها ذكرى مولد سيد البشر. فاحتفالنا بالمولد النبوي إن شاء الله هو بكرة زي ما حكيت يوم الجمعة الساعة 3 في نفس الجمعية، جمعية خليل السالم الخيري في جبل الزهور، عاملينها كرنفال المولد النبوي. احنا في عندنا من مرافق الجمعيه 4 خيام، مستغلين ال4 خيام كامله للمولد. رح يكون عندنا في الخيمه الاولى احتفال مع تحت رعايه طبعا فضيله الدكتور محمد الغول المفتي السابق للدفاع المدني، وفي عندنا محاضره للدكتور احمد شحروري، وفي عندنا فقره انشاديه مميزه جدا مع المنشد محمد كندو، وفي طبعا بالخيمه الثانيه في عندنا رح يكون معرض عن السيره النبويه. خلينا نحكي احنا لو بدنا نكتب السيره النبويه بدنا 30 خيمه، ولكن حاولنا قدر المستطاع انه احنا نختصر ابرز المراحل، خلينا نحكي في حياه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بالخيمه الثانيه في زي ما قلت لك السيره النبويه. في الخيمه الثالثه ان شاء الله رح يكون في عندنا معرض الكتاب بالتعاون مع ازبكيه عمان، وفي بالخيمه الرابعه طبعا نعرف احنا الاهالي اذا معهم اطفال مش كثير بيستمتعوا باللي عم بيصير، فالخيمه الرابعه رح تكون للاطفال. نفس اللي بيصير بالخيمه الاولى خلينا نحكي رح يصير بالخيمه الرابعه ولكن بشكل مبسط للاطفال، مع طبعا بالتعاون مع جمعيه نحن من اجلكم. حلو انه يعني عم فعليا تستهدفوا مش بس الكبار كمان الصغار لحتى. نعم. يطلعوا على السيره. نعم. النبويه يفهموها نظرا لاهميتها اكيد. نعم. اللي بتعود عليها وعلى. نعم. الامه الاسلاميه بشكل كامل. نعم. جمعيه خليل سالم الخيريه جمعيه وقفيه، احكي لنا عنها، شو مميزاتها عن باقي الجمعيات الموجوده في الاردن؟ هلا هي طبعا اسست في عام 2011، افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني. جمعية خليل السالم هي أول جمعية مغلقة في الأردن، بمعنى أنها لا تقبل التبرعات،
ومصدر خلينا نحكي مصدر التبرع او مصدر الدخل هو واحد من المؤسس، العضو المؤسس للجمعيه. بالاضافه للعضو المؤسس في عندنا مراكز استثمار احنا بنسميها، منها الخيام اللي قلت لك عنها، من باب التاجير تؤجر للمجتمع المحلي بتكون مصدر دخل. وفي عندنا ايضا بعض المرافق اللي ممكن انها تستخدم انها تدر دخل للجمعيه. حلو. اللي بيميز الجمعيه يعني اول شيء كونه وجود مسجد ضخم وجميل جدا في الجمعيه، هذا بخليني احكي لك عن اهدافنا كجمعيه خليل السالم. والهدف الاول والاساسي والاسمى بالنسبه لجمعيه خليل السالم نرجع المسجد الجامع مثل ما كان على زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان أول شيء رسالة وسطية ورسالة معتدلة للجميع، كان جامع لكل ما للفرد من أنشطة، كان التعليم يصير هناك، العبادة تصير هناك، الحياة الاجتماعية، السوشيال ميديا كانت من هناك، هذا هو كان المصدر الأول للسوشيال ميديا. صحيح. فكان هو خلينا نحكي مكان جامع لكل الأنشطة. يومنا هذا بنشوفه هو بس للصلاة وصلاة الجمعة يعني إذا بدي أبالغ، ولكن إحنا بنشوف إنه المساجد لازم الأولاد يحبوها، لازم الناس تتعلق فيها، فإحنا بنحاول كل شيء نطلقه من المسجد. كمان شغلة، في عنا المرافق، مرافق الجمعية، في عنا البازار، في عنا الحديقة، في عنا الأرض الزراعية، المركز الثقافي، الخيم اللي حكيت لك عنها، هاي كلها نشاطات مختلفة يعني. هاي بتلبي أكتر من يعني أكتر من نوع من الأنشطة في الجمعية، وإحنا كمان نطمح لقدام إن إحنا نكون حاضنة للعمل الشبابي. عفواً. يعني عم تحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع الأطفال، إنه لازم إحنا نحبب مثلاً الأطفال يروحوا على المسجد، يصلوا في المسجد، يتعلموا خلينا نحكي الحضارة الإسلامية والمبادئ كلها في المسجد. كيف شايفة مدى الإقبال على هاي الجمعية مؤخراً؟ والله للمفاجأة الإقبال عفواً. صحة. الإقبال جداً رائع. الأطفال فعلا عم بيحبوا المسجد، فعلا عم بتعلقوا فيه، وفعلا عم بيشوفوه من منظور تاني. خلينا نحكي، معلش أنا آسفة، صح، عم بيشوفوه من منظور تاني. فالفكرة إنه زي ما حكيت لك، لما الأطفال تشوف إنه هذا المكان الجميل هو مفتوح لإلي أعمل اللي بدي إياه، قلبه بتعلق في المسجد، بصير يدير باله على المسجد، بصير يشوف ورقة على الأرض يلمها عن المسجد، بصير يستنى الساعة اللي يروح فيها على المسجد. صحيح، يعني بصير يحبها بطريقة أكتر، يعني من لما إحنا بنشوف مثلاً بس يوم الجمعة، إذا بتلاحظي إن الأولاد بيروحوا مع أهليهم على المسجد لصلاة الظهر أو لحتى يحضروا خطبة. وللأسف إنه أغلب المساجد هلأ يعني صارت الناس تنفر من إنهم يروحوا على الخطبة، نظراً لأنه الخطبة ما بتكون على الطريق صحيحة خلينا نحكي، أو على الأسس الصحيحة. يعني لو أنا بدي أحكي شوي عن العمل التطوعي، العمل التطوعي قديش مهم، خاصة أنه إحنا نعززه ويعني ونزرع فيه شبابنا هاي الأيام. هلأ هذا هدف ثاني من أهداف الجمعية، إنها هي تنشر هذا الوعي وتنشر العمل التطوعي بشكله الصحيح، بشكله اللي تعودنا عليه بين الناس. يعني إحنا جمعية خليل السالم لا تنتظر خلينا نحكي من أي حدا التبرع بالمال، ولكن أنا بنتظر من الناس تبرع بالوقت. يعني زي ما في زكاة مال، في زكاة وقت، وفي زكاة جهد. يعني إذا أنت عندك مثلا ساعة فاضية وأنت مثلا بتقدر تعلمي إنجليزي، تبرعي لي بهاي الساعة وتعالي أعطيها للمجتمع المحلي. الوقت كتير مهم، يعني الوقت أثمن من المال. صح. الوقت أثمن من والعلم أثمن من المال. فلما يكون يجتمع عندك الوقت والعلم، تعالي أنت تبرعي لي فيه، ما تتبرعي لي بمصاري، لأنه الوقت والعلم أثمن إحنا بنظرنا. صحيح. طبعا في عنا هدف من الأهداف، يعني خليني أحكي لك إياها، إحنا منلاقي في فروقات كتير كبيرة ما بين شرق عمان وغرب عمان. واحدة من أهدافنا أنه إحنا هاي الفروقات نمحيها أو نقللها قدر المستطاع. الشرخ الكبير الموجود نحاول إحنا نمحيه. يعني بدنا نشوف شرق عمان، يعني للأسف في مقارنات هلأ بتصير ما بين المنطقتين، اختلافات. مش المدينتين، هما منطقتين، هما مدينة واحدة.
في اختلافات كثير كبيره، ولكن احنا بنحاول قدر المستطاع انه احنا هاي الفروقات بدنا نكسرها. احنا كلياتنا مدينه واحده جميله، عمان هي واحده، فيش اثنين منها. صحيح. كيف عم بتشوفي يعني مدى الاقبال في المحافظات على هذا الموضوع؟ يعني عم تحكي انه في شرق، عم تحكي في غرب على المدينه، يعني عم بتحاولوا توصلوا لجميع المحافظات؟ يعني حتى الاحتفالات اللي بتسوها او النشاطات بتتم بس في الجمعيه وفي الخيم المخصصه لها، ولا لا عم بتحاولوا تنتشروا وتوصلوا لكل مكان؟ بنحاول طبعا ننتشر، ولكن احنا مؤمنين بمبدا الاقربون اولى بالمعروف. يعني احنا بنحاول قدر المستطاع انه احنا جبل الزهور عندنا وما حوله من مناطق شرق عمان، بنحاول قدر المستطاع انه احنا نشبع هاي المنطقه، ومن ثم ننطلق على المناطق الثانيه. ولكن انا انطلق على منطقه ثانيه وانا منطقتي لسه بحاجه، فمعناته يعني في خلل. صحيح. ولكن انا بحاول قدر المستطاع انا اشبع منطقتي واشبع المناطق المجاوره القريبه منها، ومن ثم ممكن انا اطلع. ولكن هذا لا يعني انه احنا ما تعاملنا مع محافظات تانية، طبعا تعاملنا بانشطه مختلفه يعني، ولكن قليله مش كثير. اكيد يعني الواحد دائما بسعى انه يوصل لاكبر عدد ممكن وينشر هاي الاعمال الجمعيه، خاصه ان هي اعمال تطوعيه. يعني انت فعليا عم بتفيدي غيرك في اشياء. نعم. كثير ممكن تكون هي مش خاطره في بالهم. بتحكي لي عن موضوع التدريس والتعليم، يعني هلا احنا في امس الحاجه لزياده الوعي، محي الجهل والحد منه بقدر المستطاع، بالذات لهم الجيل الصاعد، وخلينا نحكي والجيل القادم. نعم. شو في نشاطات قادمه يعني تخص في موضوع التعليم للاطفال؟ هلا بدي احكي لك، احنا كجمعيه خليل السالم في عندنا فكره واضحه وضوح الشمس، انه انا كجمعية خليل السالم أنا شتى المجالات بشتغل، ولكن أنا تخصصي في التعليم يمكن محدود، ولكن في مبادرات وجمعيات أخرى متخصصة في التعليم اشتغلت صلها سنين بتشتغل في التعليم خلينا نحكي. فأنا بفتح دائما باب التعاون بيني وبين الجمعية أو المبادرة اللي هي متخصصة في التعليم، فليش أنا أبدأ من الصفر في حدا صار وخلص اشتغل؟ ايش بتركزوا؟ طيب بنركز يعني مثلا في عندنا على سبيل المثال، في عندنا احنا دائما بنحفز التفكير الابداعي عند الطلاب، يعني ما بنجيب المنهج واحفظ وابصم، لا، التفكير الابداعي كيف انت بتشوف حياتك، كيف انت بتخطط لمستقبلك. حلو. كيف من منذ الصغر، يعني في ناس تحكي بكير، بس منذ الصغر لازم نبلش مع الاطفال. صحيح. بهاي الناحيه انت شو بدك تصير، انت كيف عم بتفكر، تعززوا مهاراته 100%. هذا تعزيز المهارات، هذا احنا كمان يعني شغله كثير بنسلط الضوء عليها عندنا بالجمعيه. ولكن زي ما قلت لك، انا دائما اتطلع الى تعاونات مع جمعيات ومبادرات اخرى لتوسعه دائره الاستفاده. يعني اذا انا بدي اشتغل في التعليم على نفس الفئه وجمعيه ثانيه تشتغل على التعليم على نفس الفئه، فمعناته نفس الفئه استفادت وفي فئه ثانيه. صحيح. همشت مش فاحنا بنتعاون عشان نوسع دائره الاستفاده. النشاطات القادمه للمناسبات، يعني احنا مقبلين على سنه جديده ان شاء الله. نعم. واكيد من سنه لسنه بتختلف الخطط وبتختلف اللي هم خلينا نحكي الدورات والمبادرات واي شيء بتعلق في هذا الموضوع. نعم. احكي لنا شوي عن الخطط المستقبليه. خليني احكي لك عن مبدئيا شهر 12 اللي جاي. هو شهر 12 هو فيه يعني دسم، خلينا نحكي. صحيح. هو شهر دسم. هلا خليني احكي كمان بقليل عن يعني بكره المولد النبوي. زي ما قلت لك هلا هو في كذا راعي للحفل، في عندنا طبعا حياه اف ام، في عندنا ازبكيه عمان زي ما قلت لك، مدارس قرطبه موفرين لنا الباصات، في عنا لايرز. حلو انه في تعاون يعني عم بتشوفي طبعاً من طبعاً كل طبعاً الجهات، سواء كانت طبعاً الاعلاميه وغير الاعلاميه طبعاً في هاي المناسبه. طبعاً. في عنا كمان جمعيه نحن من اجلكم زي ما حكيت لك، وفي عنا جمعيه السافريه، وطبعا مشكورين جميعا على هاي هذا التعاون خلينا نحكي، وطبعا الشكر لكم يعني بصوره جدا كبيره. بتمنى نشوف اقبال بكره عنا في الكرنفال في الاحتفال تبعنا، لانه راح يكون شيء على مستوى يليق في هاي الذكرى ويليق في هذا في هذه المناسبه. في عنا الدعوه عامه طبعا. طبعا الدعوه عامه، والحفل بيبدا الساعه 3. يعني فمن هذا المنبر بنقدر ندعي الجميع. بدعو الجميع، وبتمنى اني اشوف يعني ناس مهتمه في الموضوع. بتمنى كمان اشوف عدد لا باس فيه من الاطفال عشان يحيوا هاي الذكرى كمان في قلوبهم. في عنا بشهر 12 كمان في عنا يوم الشرطة العربي يصادف 18/12. احنا هاي المناسبة كمان ما بنضيعها، بننزل على الشارع تكريم بسيط خفيف لأفراد الأمن العام، بس رسالة شكر
على تعبكم، ما فيش فيها تكليف، فيش فيها إشي، ننزل نحكي لهم شكرا يعطيكم العافيه ما قصرتوا. وطبعا بالاضافه تتذكروهم يعني في هاي طبعا المناسبة. طبعا يعني هم متذكريننا على طول السنه، احنا مش غلط نتذكرهم. بس حلو انه ما عم بتضيعوا يعني ولا مناسبه الا عم بتحاولوا تعملوا يا لها فعاليه او بتحاولوا تشكروهم بطريقه الخاصه الجمعيه. نعم، كونه كمان جمعيه خليل السالم الخيريه هي خلينا نحكي مناره الوسطيه ومناره الاعتدال، كمان في عنا اضاءه شجره الوحده الوطنيه بمناسبه الاعياد المجيده. كجمعية خليل السالم بنضوي شجرة ميلاد أطلق عليها اسم الشجرة الوطنية، شجرة الوحدة الوطنية، سنضيئها ب 17/12/2017 إن شاء الله في كنيسة قلب يسوع في نعور. ان شاء الله يعني ان شاء الله كمان يعني لقدام شوي لما يقترب هذا الموعد حنذكر المشاهدين عن عملكم لها ونوع الفعاليه تكون، واكيد ان شاء الله يعني بتشوفي كل المهتم في هذا الموضوع موجود وحاضر إن فيها شاء الله. اي من خلال الاعمال التطوعيه اللي عم بتشوفي في كثير مدى اقبال اليوم، اكيد في كثير من الناس قاعده عم تحضرنا وبتحب انها تتطوع وتفوت يعني داخل هاي الجمعيه، كيف الاليه اللي كم فيها التعاون مع ما بعض؟ ما فيها يعني خلينا نحكي ما فيها كتير تعقيد، هي بسيطة. أي حدا هي جدا بسيطة يعني إحنا بالعكس بنرحب في أي شخص حابب يعطيني وقته، يعني مشكور طبعا، فأي شخص حابب يعطينا وقته حابب يتطوع إنه بس بنزل عنا على الجمعية بحكينا إحنا حابين نصير متطوعين، شو بتعمل، شو بتقدر تقدم لنا، حابب تكون متطوع تعطي أطفال، حابب تكون متطوع تعطي فئات تانية من المجتمع، ولا بس بدك تتطوع معنا يعني بشكل دوري. هلأ في عنا كمان بالمركز الثقافي في عنا كتير أنشطة على مدار السنة، خلينا نحكي في المركز الثقافي في عنا نادي أطفال دائم، في عنا أندية قرآنية كلها متطوعين اللي بيعطوها، في عنا نادي أوريغامي كمان تطوع، في المتطوعين هو دائما موجودين، إنجليزي كمان صحيح. تطوع، فمين ما بحب يتطوع، هاي رسالة من منبركم، مين ما بحب يتطوع، مين ما عنده إشي ساعة فاضية بالأسبوع حابب يقدمها لخدمة المجتمع يتفضل لعنا، ويعني حنحطه على راسنا. اكيد يعني حلو كثير الواحد يفيد حاله ويفيد غيره، يعني من خلال هاي بيتم تبادل الخبرات، بتعلم غيرك بيستفيد، ممكن يضيف لك شيء لمخزونك الثقافي وممكن كمان في العكس. بدي احكي اخيرا عن موضوع السوشيال ميديا، حكيتي في اول الحلقه كيف ممكن انه من خلال الاعمال التطوعيه يكون في زياده في الترابط ما بين الاطفال وما بين الكبار أو خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلأ كنا بنعرف مواقع التواصل الاجتماعي هي يعني أول ما طلعت سموها سلاح ذو حدين وأطلقوا عليها هاي الصفة، ولكن إحنا خلينا نحكي في جمعية خليل السالم نستخدم السوشيال ميديا بأجمل استخدام ممكن، فإحنا كل أنشطتنا وكل فعالياتنا وكل إشي ممكن إنه إحنا نعمله بالجمعية إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نوصل أكيد. لأكبر يعني شريحة يعني دائما بالتواصل إحنا بنكون متواصل معكم. نشكرك كتير على المعلومات اللي حكيتين إياها، وأكيد بنشوفك بكرة في الاحتفال، وكل عام وأنتي بخير. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم في هذه المناسبة الرائعة العظيمة، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية ألف خير، إلى اللقاء.